يا مساء الخير على جميع مشاهدي برنامج يانا يانتا وحلقه جديده من برنامجنا معاكم النهارده. موضوع حلقتنا النهارده هيبقى مرتبط بموضوع الحلقه اللي فاتت واللي كان بيتكلم عن الابراج. النهارده هنناقش جزء تاني خالص في الابراج وهو التوافق بين الابراج. الحلقه اللي فاتت اتكلمنا عن الصفات، اتكلمنا عن المميزات، اتكلمنا عن العيوب. هيكون معانا ومعاكم النهارده ومكمل معانا من الحلقه اللي فاتت استاذه ريهام جمال خبيره الابراج. اي حد يا جماعه عايز يشارك معانا في البرنامج النهارده يقدر يكلمنا على ارقام البرنامج اللي هتظهر دلوقتي قدامكم على الشاشه. هنطلع فاصل بسيط ونرجع لكم على طول. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل وموضوع الحلقه النهارده بيتكلم عن التوافق بين الابراج. قبل ما تيجي النهارده موضوع الحلقه خليني ارحب بحبيبتي اللي منورانا النهارده ومنوره الاستوديو استاذه ريهام جمال خبيره الابراج. ازيك يا ريهام؟ ازيك يا مونا؟ عامله ايه؟ الحمد لله كله تمام؟ كله تمام. بما ان احنا بقى النهارده هنتكلم عن التوافق بين الابراج فخليني كده اقول لك فكره بسيطه. لو انت مثلا برج العقرب وجوزك مثلا او شريك حياتك برج العذراء ولا واريفر البرج بتاعه ايه؟ وحابه تعرفي ايه هو وجه التوافق بينكم انتوا الاثنين تقدروا تكلمونا على ارقام البرنامج اللي ظاهره دلوقتي قدامكم على الشاشه. ريهام بقى بما ان احنا داخلين خلاص في شهر 11 وبما ان هو بقى يعني الشهر ده مختص بالعقرب هنتكلم النهارده باستفاضه كامله عن برج العقرب، يعني الحلقه دي كلها يا جماعه هتبقى عن برج العقرب وعلاقته بالابراج الثانيه. طيب قبل ما نخش دلوقتي بقى العلاقه بتاعته بالابراج الثانيه خلينا كده ندي هنت بسيط عن العقرب من مميزات ومن عيوب. العقرب مغلب ناس كتير قوي ده حقيقي فعلا مش عارفه ليه اي حد بيسمع برج العقرب بيهرب بيخاف على طول مش عارفه ليه. هو برج مائي اوكي مع المجموعه المائيه بيتوافق مع الحوت وبيتوافق مع السرطان. بيبتدي من 23 اكتوبر ل 22 نوفمبر. البرج ده حساس جدا، عنده الحاسه السادسه، بيحس بالحاجه قبل ما بتحصل. برج عميق قوي، يعني هو واخد اعمق درجات البحر، فهو اعمق برج في الابراج المائيه. تمام. جنرال كده بيتوافق مع الابراج الترابيه والابراج المائيه اللي هم السرطان والحوت والثور والعذراء والجدي. لا خلينا نفرق بقى اللي هي الترابيه. الترابيه، العذراء والثور والجدي. تمام. والابراج المائيه السرطان والحوت والعقرب. طيب تمام. فبيتوافق دول، ده التوب ماتش بتاعه. حلو. العقرب اكتر حاجه مميزه تعرفيه منها عينيه وصوته، دايما صوته أجش وقوي وعينيه شارب، عينيه ممكن يبصلك بصه اللي هو يعني كهربك. وممكن بصه تحسي فيها قد ايه حبه ليكي. نظراته شارب جدا. واكتر حاجه تعرفيه منها عينيه، ده من يعني صفاته بقى، هو بوكر فيس، ما بيحبش يبين لانه غامض جدا من الشخصيات الغامضه المكثف، عارف هو تقيل. فاكتر حاجه تفضحه عينيه. حتى بيقول لك احلى هديه تديها للعقرب نظاره شمس. الله. عشان يداري بيها هو. ما بيحبش يبقى واضح، ما بيحبش اللي جواه يتعرف للناس. الشخصيه الخفيه دايما بيبقى عايش عايش في دور الغامض، كتوم جدا. هو ما يحبش حتى يقول اي حاجه. وعلى العكس مع الزوجه بتاعته او الحبيبه بيبقى عاوزها تديله كل حاجه. يعني لازم تقول له كل حاجه، راحه فين، جايه منين، عملت ايه، تديله نفسها. وهو عنده حب تملك جامد جدا هو والثور الصراحه. بس اللي انا اعرفه ان هو ما بيحبش بسرعه يا ريهام، صح؟ بياخد وقت. مظبوط. صح. بياخد وقت، يعني بياخد وقته، اديله وقته. هو بطبعه شكاك وساعات بيحط النيه اللي مش سليمه في الاول لغايه ما يثبت العكس، لحد ما يثق في الشخص اللي هو قدامه. بمعنى اصح حريص. حريص عشان بيخاف ينجرح، لان هو من اعمق مشاعر في الابراج كلها. تمام. اخلص صديق تلاقيه واكتر واحد ممكن يضحي بنفسه
علشان اللي قدامه. حتى لو تاخدي بالك العقرب نفسه الحشرة بتاعت العقرب بتقتل جوزها عشان تغذي عيالها لما تخلفهم. وعاوزة أقولك حتى خلفتها بتبقى صعبة جدا، يعني هي بتشيل عيالها كلهم على ظهرها. فهم عندهم حتة الأمومة والتفاني دي أساسية، الراجل العقرب والست العقرب. طب ممكن ناخد تليفونات الأول معانا. شيرين، ألو. أيوة، السلام عليكم. وعليكم السلام، إزيك يا شيرين؟ الحمد لله، حضرتك عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي، اتصالك عن ايه؟ قولي لي. عايزه اعرف توقعات لبرج الاسد 5/8/98. احنا النهارده مش هنتكلم في توقعات، احنا هنتكلم عن توافق. يعني لو انت مثلا برج الاسد وشريك حياتك برج الحوت مثلا، ممكن نقول لك مدى التوافق بينكم انتوا الاثنين. انا عايزه اعرف توقعات. التوقعات لو في وقت في الحلقه هنتكلم عن التوقعات، تمام؟ ميرسي يا شيرين، شكرا. معانا ايمان، الو. السلام عليكم. وعليكم السلام، ازيك يا ايمان؟ الحمد لله تمام يا فندم. اتفضلي يا حبيبتي، سؤالك ايه معانا النهارده؟ انا برج 14/5/92 وجوزي 8/4/98 او 7/8. 8/4؟ اه. ماشي، اوكي يا ايمان. محمد، معلش، ومعايا ولاد ينفع؟ علشان بس وقت البرنامج، بتقولي لو لقينا وقت في البرنامج هقولهم لك هم كمان. اتفضلي. ماشي. معايا بنتي 28/3 وابني 13/11. ماشي، شكرا، ميرسي يا ايمان لاتصالك. تمام، احنا نكمل الاول بعد كده ناخد الاتصالات بقى في الاخر الجواب عليها، تمام؟ بعد ما نخلص بقى الصفات الخاصه والعيوب بتاعه العقرب. فالعقرب مضحي جدا ومتفاني جدا، بس هو بياخد وقته. هو حذر دايما، بيحطك تحت ميكروسكوب كده، بيراقبك في الاول. اكتر بقى نقطه ضعف في العقرب لما بيحب، بيلغي عقله. القوه دي كلها بتنهار. لما بيحب بيتعمي، ما بيكونش فعلا شايف عيوب كتيره، بيندفع. ولعلمك ممكن الاصدقاء يستغلوا الحته دي، يعني ممكن اي حاجه تتقاله يصدقها. اوكي، طبعا بيقعد يفكر وبيعمل، بس في نفس الوقت ايه، من كتر ما هو بيبقى خلاص واثق في اللي قدامه، وفي بينهم وبين بعض زي انتيمسي او علاقه عميقه. العقرب برضو زي ما قلنا الكوكب المتحكم فيه المريخ وبلوتو. اوكي، المريخ وبلوتو، المريخ ده اللي بيديله الحماسه، بيديله الاندفاع، بيديله اللي هو بيعرف يشتغل كويس. يعني هو كوركر، هارد وركر، بيشتغل كويس جدا، بيعرف ازاي متميز يجيب في الفلوس، يعني عارف اللي هو يجني المال. لان هو بيحب الفلوس قوي، لان دي بتامن له نوع من انواع الامان، وفي نفس الوقت هو بيحب يعيش في لاكجري. يعني بيحب يعيش في رفاهيه، في فخامه، يحب يدلع نفسه. بلوتو بيديله اسلوب حياه. بلوتو ده يعني رمز الموت، ده ابعد كوكب في المجره بتاعتنا. فبيديله دايما، تلاقي برج العقرب بيفكر حتى في الموت، في البعث، ايه اللي بعد الحياه دي. بيؤمن قوي بالحاجات السحر، دايما شغال بالحاجات اللي مش موجوده في الواقع، السحر اللي عارفه اللي هو الحاجات السوبر ناتشرال، الحاجات اللي ما وراء الطبيعه. فهو بيحب قوي الحاجات دي، يحب قوي الغموض في الحكايه دي. تمام، ناخد بس تليفونات معانا. معانا عوض، الو. ايوه، السلام عليكم. الو، عليكم السلام، مين معايا؟ ايوه، السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا بيك يا عاطف. ممكن اعرف توقعات برج العذراء 16/9؟ مع مين بقى؟ احنا النهارده بنتكلم في توافق. 16/9، انت برج ايه؟ انا برج العذراء. وهو شريك حياتك برج ايه؟ 1/9 برضه. واحد، انتوا الاثنين عذراء. ايوه، عيني الاثنين تبع الحلقه وهرد عليكي. ميرسي يا عاطف. معانا محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام، ازيك يا محمد؟ طول عمرك الله يبارك فيك، منورنا. كنت عاوز اعرف 22/11 ده برج العقرب ولا ايه؟ 22/11؟ هو برج العقرب. هو برج العقرب. اسمع بقى، احنا بنتكلم دلوقتي في المميزات والعيوب بتاعته والصفات. لو انت برج العقرب بقى اسمعوا معانا. شكرا يا محمد لاتصالك. معانا مهل. الو، الو، الو. شكرا مها، نرجع تاني. احنا اتكلمنا دلوقتي في الصفات واتكلمنا عن المميزات، صح؟ ازاي تعرفي برج العقرب والعيوب برضه. واتكلمنا برضه خلاص كده عن العيوب. طيب تعالي بقى نبتدي بعلاقه الابراج الثانيه مع العقرب. خلينا مثلا ناخد العقرب مع برج الحمل. بص يا ستي، بيقال ان هما بينجذبوا لبعض، ولكن سرعان ما يزول هذا الشعور.
بما تفسر؟ opposite attraction. ايوه. الحمل ناري والعقرب مائي، فهم الاثنين عنصرين ضد، الميه ضد النار. بينجذبوا ببعض في حته ايه اللي هم الاثنين بيحكموا من المريخ. فهم الاثنين حماسيين، مندفعين، مبتدئين، مبادرين، عندهم الشجاعه. الحمل البنت، الست الحمل، لو اتكلمنا على راجل العقرب والست الحمل مثلا، الست الحمل لبقة، عندها حماسة، رغاية، اللي في قلبها على لسانها، دايما تحسي كده بباور، بالشخصيات القوية جدا في ستات الحمل. فالراجل الحمل، الراجل العقرب بيعجب بالحماسة بتاعتها والرغيها، واللي هي هو كتوم، هو على العكس بتاعها. فبيعجب بيها اللي هي مبادرة وشخصية جامدة، بس بتيجي بقى ايه عند بوينت معينة بيبقوا ند. ودي مشكلة، لأن العقرب غيور والعقرب عنده حب تملك، فهو عاوز يتحكم في الحمل. الحمل ما ينفعش معاه، الحمل بيعشق حريته واستقلالي جدا، فما ينفعش معاه الحتة دي، فبيحصل بقى زي ما بيقول الكونفليكت ده. تمام. طيب بصي، هنرجع نكمل تاني وهناخد يا جماعة الرد على التليفونات بتاعتكم، ولكن هنطلع فاصل بسيط وراجع لكم على طول، خليكم معانا. رجعنا لكم تاني بعد الفاصل، وموضوع الحلقه النهارده بيتكلم عن التوافق بين الابراج. اتكلمنا من شويه عن برج العقرب وعلاقته مع برج الحمل، بس انا اللي عايزه اسالك سؤال يا ريهام، يعني احنا لو قلنا مثلا هندي العلاقه دي كم في الميه من نجاحها، تديها قد ايه؟ هي للاسف ضعيفه شويه. ضعيفه، يعني نسبه دايما العقرب مع الحمل، يا اما حد لازم فيهم يتنازل. يعني وطبعا راجل العقرب انسي اللي هو يتنازل، فلازم على الست الحمل هي اللي تتنازل شويه، تقلل من قوتها واستقلاليتها معاه. تمام، خلينا نرد على التليفونات. طيب معانا استاذه عبير. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام، ازيك يا عبير؟ الحمد لله، حضرتك عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي، اتفضلي. عايزه اعرف تاريخ ميلادي و 22. تاريخ ميلادك اللي هو كام؟ طب قول لنا. 22 مع برج العقرب 26/10. و26/10. حاضر يا عبير، تابعينا وان شاء الله هنجاوب على سؤالك. معانا مها. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام، ازيك يا مها؟ الحمد لله تمام. اتفضلي يا حبيبتي، سؤالك ايه معانا النهارده؟ عايز اعرف 23/11 برج ايه، و14/3 برج ايه، والتوافق بينهم عشان الجوز مغلبني خالص. برج ايه؟ حاضر. والتوافق بينهم، عناية الاثنين. ماشي، تعالي نرد بس الاول على المكالمات اللي جات لنا في الاول. كان معانا ايمان 14/5 وبتسال على شريك حياتها 8/4. 14/5 تور، 8/4 حمل. دي علاقه صعبه شويه برضو، التور والحمل. هو طبعا بصي، الابراج الناريه بتنجذب جدا للابراج الترابيه، بس هم مش بيتوافقوا برضو. يعني الابراج الناريه بتتوافق مع الابراج الهوائيه اكتر. تمام. فهي التور هي ثابته روتينيه شويه، ما بتحبش التغيير، هو بيطقش يعني الملل بالنسبه له بيقتله. الروتين بالنسبه له يقتله. هو عكسها تماما. هو على طول مندفع، طب ما تيجي نجرب، ما تيجي نسافر، ما تيجي نروح، ما هو بتاع اللحظه. هي لا، هي بلانر، هي بتقعد تخطط وتقعد تفكر وتحسبها وتجيبها يمين وتجيبها شمال، فهم دي مختلفين تماما. هي الميزه بتاعتها اللي هتهدي شويه من حماسه والاندفاع بتاعه. وهو ممكن يحركها شويه. يا نهار ابيض، طب حلو، استفادي بالمعلومات دي، عشان بصي المعلومات دي دقيقه جدا، يعني تنفعك في حياتك على فكره. طب احنا لو قلنا نسبه نجاحهم هتبقى كام في الميه؟ برضه ضعيفه يا مونيا، مش انا عاوز احدد النهارده. كان نفسي اطمنك والله. انا عن نفسي كان نفسي اطمنك. هو دايما الست اللي عليها العامل الاكبر. والتور ذكي،
الدور ذكي تمام فهتعرف تحتوي. طيب خلينا برضو معانا عواطف 16/9/19 الاثنين عذراء بالظبط. ده بيت منظم جدا، ده بيت يعني فيه سيستم وفيه نظام وفيه ديتيلز جامده قوي. هما الاثنين محللين، هما الاثنين ابراج ترابيه ثابته، الاثنين بيفكروا دايما في المستقبل، الاثنين خلقوا ليعملوا، العذراء خلقوا ليعمل، بيموتوا في الشغل، بيحبوا الشغل قوي، يحبوا البيت. هما الاثنين مبدعين وشخصيه كويسه، بس طبعا حكايه بقى النقد يعني هي بتنتقده وهو بينتقدها، فطول الوقت بيحللوا وماسكين لبعض كده بالعارفه بالعصايه، يعني مدرسين مع بعض. بس في الحقيقه ان جنرال لطيفه يعني. ما انا بقول لك الحياه حلوه، منظمه، فاهمين بعض، كل واحد ليه زي السبيس بتاعه، عارفين حدود بعض مع بعض. تمام، لو اديناهم مثلا برضو نسبه average نجاح للعلاقه متوسط. average متوسط. طيب معانا مها 23/11/14/3، بس قبل ما ناخد بس مها معلش ناخد التليفونين اللي معانا وبعد كده نرد على مها. معانا مصطفى، الو. شكرا مصطفى. ايه معانا لسه ولا خلاص؟ استاذه ايه ازيك؟ الو. ايوه ايه ازيك؟ ايه ممكن توطي صوت التلفزيون شويه تسمعينا من التلفزيون بعد اذنك؟ اسمعينا من التليفون معلش. شكرا، حاولي تتصلي بينا تاني. ميرسي يا ايه. طيب تعالي نرد على مها 23/11. احنا قلنا الاول ايه عبير صح؟ 20/2 و26/10. 20/2 اول يوم في الحوت، وبتسال على ايه؟ توافق مع مين؟ 20/2 و26/10. 26 لا يتوافقوا جدا. حوت وعقرب. حوت وعقرب برج مائي. الحوت من اكتر الابراج انوثه ورقه وعزوبه وجمالها كده غامض. الله. يعني لا ما تفهم لهاش جمال، تحسي ان انت منجذبه لها كده، سحرالك. الحوت رقيق قوي، رومانسي جدا جدا، فياض المشاعر، فده بيجي مع العقرب قوي. العقرب عاوز واحده مستسلمه له شويه، بس في نفس الوقت ما تبقاش ضعيفه، لان في نوعين حوت، في حوت سلبي وحوت ايجابي. فهي لازم تبقى حوت ايجابي شويه معاه، لان بصي بالرغم ان العقرب بيحب يتدخل في كل حاجه وسيد وكل الكلام ده، بس ما بيحبش الست الضعيفه. بيحب الست اللي تعرف تتأقلم. الست القوية. اللي مش قوي بس تتأقلم، تعرف زي يعني عارفة اللي هي تتماشى معاه، تشيل البيت. أيوة أيوة. فاهمة اللي هي تشيل عندها نفسها. عندها ريسبونسبيلتي عالية شوية. ما تبقاش معاه يعني معاه، أنت فاهمة؟ الحوت عنده باي نيتشر هو السرطان دايما عدم ثقة شوية، فدايما بتبقى محتاجة كلام حلو عشان ده بيديها ثقة في نفسها وبيديها باور حلوة قوي، بيديها طاقة إيجابية. تمام. فيحاول بس يديها كلام حلو. العقرب نادرا لما بيقول كلام حلو، هو بالنسبة له تصرفات أكتر من أفعال. هي اللي بتثبت. سوري، تصرفات أكتر من أقوال. فدايما هتلاقيه يعني مثلا يخلي بيته كويس، يشوف هي محتاجة إيه، فهي محتاجة دايما الكلام الحلو. وما ينساش عيد ميلادها، ده خط أحمر. الله. عيد ميلادها بالذات وعيد جوازهم ده خط أحمر. بالنسبه للبنت بتاعت برج الحوت. طب كويس. طب ناخد معانا تليفونات. معانا ام يوسف، الو. شكرا ام يوسف. معانا منال، الو. الو، ازيك يا منال؟ عامله ايه؟ الحمد لله تمام. انت اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله يا حبيبتي، اتفضلي. طب عايزه اعرف حضرتك التوافق ما بين 10/11 و20/11. 10/11 و20/11. و20/11 شكرا يا منال. اوكي هنرد على منال، بس لما ناخد شويه بقى حبه بين الابراج التانيين، العقرب وعلاقته مع الثور. العقرب مع الثور يقال انهم علاقه منسجمه وواضحه، وكل واحد فيهم بيبقى مستعد للتنازل من اجل الاخر. بصي في هم 12 برج، في 6 قصاد 6 تمام، ففي الدايره الفلكيه العقرب قصاد الثور، يا اما يحصل انسجام وتوافق جامد جدا، يا اما تنافر جامد جدا. تمام، مفيش وسط. الثور فيه صفات حلوه قوي بتنسجم مع العقرب، هما الاثنين بتوع شغل، هما الاثنين متحملين المسؤوليه، هما الاثنين ما بيقولوش حاجه ما بينفذوهاش. طبعا العقرب بر مائي، فبرضه واخد صفات من الترابي، فتلاقيه ثابت في الارض بيحافظ على جذوره زي الثور. بس العقرب غامض والثور كتوم، هي دي بقى مشكله.
مين بقى هو مين بقى اللي هيقعد في البيت معاهم بقى بالظبط يزود او يعمل بالانس شويه في الهدوء ده. فالتور كتوم وفضولي جدا والعقرب عنده نفس الصفه فلازم ايه حد فيهم يتنازل شويه في الحته دي. تمام اوكي ناخد توافق برج العقرب مع برج الجوزاء. يقال ان هي علاقه فاشله فلا انسجام ولا تفاهم والتحديات بينهم بتبقى كبيره جدا. الجوزاء صعب شويه. بصي في دايما انسجام جامد جدا مع الجوزاء والعقرب ونسبه الجواز بينهم عاليه جدا بالذات مع الراجل الجوزاء والست العقرب. بس طبعا هما مختلفين تماما. الجوزاء بيموت في الحريه بيموت في السفر فكرش في بكره دايما تلاقيه على مفترق طرق. العقرب مش كده خالص. العقرب لا لازم يبقى مسيطر على مجريات الامور لازم يبقى عارف هنروح فين وهنيجي منين وعارف اخره عاوز عارف اوله وهنعمل كذا. لا الجوزاء عشوائي شويه يعني الحياه ابسط من كده. العقرب سوفيستيكيتد معقد اكتر يعني او بياخد الامور بجديه اكتر. بس الجوزاء بيحب في الست العقرب قوتها لان الجوزاء دايما اتكالي شويه فعاوز شخصيه جامده قويه تعرف ازاي تتحمل عبء الحياه معاه. انت فاهمه يعني هو اوكي اشتغل بره بس انت ربي العيال انت روحي ودي العيال النوادي ومش عارفه ايه وخدتي بالك وانت قرري الدروس وانت يعني عايز واحده متحمله مسؤوليه تسد معايا في بس الحته دي. حاجه صعبه قوي يعني هي يعني الناس بتقول لك لو لقيتي الجوزاء اهربي لو لقيتي العقرب اهربي. تخيلي لما الاثنين يعيشوا مع بعض في بيت واحد. لا لا العقرب لا العقرب لما بقول لك نقطه ضعف لما بيحب بيبقى اخلص برج في ال 12 برج. يعني ينفع يتاقلم عادي مع برج الجوزاء في البيت ولا حته الغيره بقى الجوزاء طبعا حريته وحته اللي هو متعدد العلاقات شويه لانه ملول النقد والنقيض يبقى هم فالعقرب غيور جدا ما ينفعش معاه كده. أيوة. ما ينفعش انسي هتعرف تجيبه. طب تعالي ناخد معانا دعاء. السلام عليكم. الو وعليكم السلام ازيك يا دعاء؟ ازيك يا فندم؟ اتفضلي يا حبيبتي. لو سمحت يا فندم عايزة أعرف برج الميزان وبرج الجوزاء السرطان. الميزان والسرطان؟ يتوافقوا مع بعض ولا إيه؟ أصل أنا برج الميزان وجوزي برج السرطان عايزة أعرف مدى التوافق. أنا هي الاثنين. حاضر تابعيني يا دعاء. ميرسي شكرا. الزيجات بتاعتهم عاليه جدا بس طبعا زي ما بقول لك الابراج الهوائيه والابراج المائيه توافق بينهم ضعيف شويه لان طبعا الميه اللي بيعصبها وبيهيجها الهواء طبعا فممكن تبقى هاديه جدا فجاه تطلع. بس هي الميزان اكتر حبيبه. الميزان الست بتاعته حبيبه درجه اولى فعلا. والسرطان بيحب قوي الحب ويحب الحنيه ويحب كده الواحده اللي تهتم بيه وبعدين اب حنين جدا يعني هو حنين قوي من احسن الابهات الموجوده في الابراج السرطان والجد. هو معروف السرطان دايما ان هو برج رومانسي هو رمز الامومه في الابراج كمان. هو رومانسي جدا حساس قوي بس عيبه طبعا ساعات هو كوكبه القمر فساعات بيندفع وبيغلط في اللي قدامه بس بيندم بعد كده. هو يعني حته الاندفاع اللي عنده ولسانه سابقه فهي الحته دي. بس الميزان ذكي معتدل ديمقراطي ما بحبش يزعل حد فهتعرف ازاي تكسبه كويس قوي. تمام معانا تليفون معانا عمر. شكرا يا عمر. طيب معانا ام يوسف. الو الو ام يوسف ازيك؟ الله يسلمك. مش عايزه ترد عليا ولا ايه؟ لا يا حبيبتي والله العظيم الاتصالات بس كتير عندنا معلش انا اسفه. اتفضلي. بقول لك انا تاريخ ميلادي 24/8 وجوزي 29/4. 24/8 و29/4. حاضر تابعينا يا ام يوسف. ميرسي شكرا. تمام تعالي نرد على ام يوسف عشان هي كانت زعلانه عشان هي قعدت كتير قوي معلش على الويتنج. 24/8 ده العذراء وجوزها 29/4. 29/4 تور. لا يتوافقوا جدا يتوافقوا جدا. طب ايه قولي لي هما الاثنين ابراج ترابيه. هي ذكيه اصحابها كتير قوي. العذراء النتورك بتاعته حلوه جدا. هي من نوع المحلل نظيفه جدا في بيتها. حتى يقال على العذراء اللي هو اول ما بتخش بيته حتى لو بسيط تحسي العفش جديد. هي متحمله المسؤوليه تحب عيالها قوي. تمام. ورومانسيه جدا وجدعه. التور طبعا خلقه برضو يعني هارد وركر من اللي عارفه اللي هو حمار شغل يعني. لا بيشتغل كويس جدا. بيعرف يجيب فلوس حلوه قوي. لان التور حتى وانت بتقولي له مثلا طب تعالى هنعمل كذا كذا يقول لك بكام
يعني اهم حاجه الماده عنده يعني محرك اساسه في شخصيته، فيعرف يامن لها مستقبلها كويس قوي. هو بس عيب اللي هو عنادي، فهي بذكائها التحليلي هتعرف ازاي تقنعه. يعني هو انت لو مجرد ما هو بيعند معاك في حاجه انت بقى ايه شغلي ذكائك كده شويه وهدي البول. يعني بلاش مثلا تقول له ايه هنعمل كذا. طب ايه رايك نعمل ايه؟ طب وانت شايفه كويسه؟ طب نجرب. يعني هي هتعرف ازاي تتاقلم معاه في الحته دي، تحوري معاه لان هو عنادي قوي قوي. طيب نرجع تاني للتوافق بين الابراج. خلينا دلوقتي ناخد برج العقرب وبرج العذراء. يقال ان هم علاقه متفقه جدا ويتفقان بالكثير من المجالات، بما تفسر. العذراء والعقرب التوافق بينهم عالي جدا وزيجاتهم عاليه جدا برضو. العذراء حنين وجدع، العقرب حذر شويه، فالحب بتاع العذراء وتقربه للعقرب هيخليه يحاول يهدي شويه من حته الشك بتاعته والغيره شويه. البنت العذراء طبعا ست بيت هايله، هي بس مالهاش في الطبيخ شويه. لا والله العظيم لا، استني بقى، ست عذراء على فكره لما بيجي له مزاج بس قليل لما بيخش. لا ده فنان في الاكل، ده فنانين في الاكل بقى. لما بيجي له مزاج بقى، هي دي المشكله. ايوه ده مش اي وقت، صح؟ مش اي وقت. بالظبط. العقرب بيحب قوي، عارفه نقطه ضعف اللي انت تاكليه اكل حلو، ده بيموت في الاكل طبعا. بيموت في الاكل. فالعذراء هتلاقيها هتحاول ترضي العقرب، لان التوافق بينهم عالي جدا، وكمان العقرب عنده هاله كده، عنده كاريزما. يعني بتحسي فيه كده ان انت ماجنتك، عارفه ان انت منجذبه له في حاجه يعني. عارفه فبيتوافقوا مع بعض جدا، نسبه النجاح بينهم عاليه قوي. تمام. طب ناخد معانا اتصال ابراهيم. الو استاذ ابراهيم، ممكن بس تعلي صوتك شويه يا فندم؟ الو. ايوه استاذ ابراهيم. ايوه اتفضل. 28/8/64. نعم. 27/8/64. 8. ايوه. وشريك حضرتك؟ عايز اعرف بس، عندي شويه مشاكل كده، عايز اعرف ايه الحل. 27/8. حاضر يا فندم، تابعنا وهنرد عليك حالا. ناخد معانا تليفون تاني. خميس. الو. الو ازيك يا خميس؟ استاذ ابراهيم معاك حضرتك. ازيك يا ابراهيم؟ كنت عايز اعرف حضرتك برج السرطان. برج السرطان؟ حاضر، تابعنا وهنرد عليك حالا. ميرسي يا ابراهيم، شكرا لاتصالك. ناخد الاول 27/8. ده برج ايه؟ 27/8 عذراء. برج العذراء. طب احنا كنا لسه بنتكلم عن هو حتى عزراء. من صوته تحسيه دقيق. العذراء محلل بارع وبياخد باله قوي من التفاصيل. طبعا بتاع شغل، بس هو مشكله العذراء هو مثالي زياده عن اللزوم، ودايما يعني يعني بتقع على العيوب. تمام. والحياه طبعا مش بيرفكت للاسف، دايما تلاقيه شايل الهم، متقوقع شويه، حزين شويه يعني. ده رجل العذراء والست. أوكي. ساعات وساعات طبعا الراجل اكتر شويه. لان هو طبعا بقول لك دايما بيتطلع للحياه المثاليه. فده مشكلته، فبيصعب عليه قوي اللي بيحصل، بيصعب عليه مثلا من حد، بيصعب عليه مثلا من موقف معين، فتلاقي في الحته دي بيشيلها قوي جواه. العذراء انا ما اعرفش عنده مشاكل في ايه، بس ممكن يكون في الشغل شويه، لان هو عنده المشترى في البيت الرابع وعنده زحل في البيت الخامس. هيقعد قد ايه بقى؟ ما هو دلوقتي هو بيشتكي ان هو عنده مشكله، فالمشكله دي مثلا عقبال ما البرج ده يتحرك من عنده ياخد وقت قد ايه عشان المشكله؟ ممكن باذن الله يعني كذا المشترى يحرك، هيتحرك من الكوست، هيروح على الجدي على اواخر السنه دي، والزحل ان شاء الله على اول السنه اللي جايه، فان شاء الله هتلاقي الموضوع ممكن يفتح معاك شويه. تمام، حلو قوي الكلام ده. طب ناخد معانا تليفون. معانا ايمان. الو. ايه يا فندم. ازيك يا ايمان؟ معلش انا اللي اتصلت من شويه، انا كنت عاوز اعرف بس الاستفاضه، الحمل والثور، لان الحمل فيه مشاكل اللي منذ في الشغل وكده. حاضر، عينيا يا ايمان، تابعينا، شكرا. معانا ايه. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام، ازيك يا ايه؟ الله يسلمك. اتفضل. لو سمحتي كنت عايزه اعرف، انا برجي 18/5. 18. كنت عايزه اعرف كل حاجه عن نفسي، ومامتي 16/10. حاضر يا ايه، ميرسي لاتصالك. ناخد الاول ايمان، الحمل والطور، عشان عندهم مشاكل. هي الطور والحمل. اها.
هو الحمل طبعا غير البرج بتاعه، الكوكب بتاعه اللي هو من اورانوس راح للطور تمام السنه دي، فهو عنده مشاكل ماديه شويه، يعني هتلاقي فجاه يجيله فلوس وفجاه تضيع، فهو لازم يمسك نفسه شويه في موضوع الفلوس، يحاولش ياخد قروض، يحاولش يستلف، يعني يخلي باله شويه من الفلوس بتاعته الماديات بالذات ومن شغله السبع سنين اللي جايين. تمام. طب ناخد ايه 18/5، هي كانت عايزه تعرف حاجات كده عن البرج بتاعها. 15/5 ده برج تور. تور هي برج ترابي، الكوكب بتاعه فينوس اله الجمال. هي برج رومانسي حساس، برج عنادي، من اقوى الشخصيات في الابراج، عقلها راجح، ذكيه جدا، بس هي ساعات بتدعي العكس عشان تحب تعرف من اللي قدامها اكتر، تسمع اكتر، فساعات بتدعي اللي هي ولا فاهمه حاجه، خالص، وهي فاهمه كل حاجه. ذكيه حلوه قوي على فكره الميزه دي، ذكيه جدا، بس هي طبعا لازم تقلل العند. واورانوس عندها في البيت الاول، هي نفسها السبع سنين اللي جايه هتختلف تماما، يعني هي بتكره التغيير، بتكره المفاجآت، هتلاقيها فجأة كده ممكن تتقبل التغيير والتجديد، ممكن تغير شغل، ممكن تغير شكلها، ممكن فجأة مثلا يبقى شعرها لون تصبغه لون تاني. هو التغيير في حد ذاته بيبقى لطيف أصلا، مش يعني. مع التور. التور لا، التور ثابت قوي، التور أنتي تشينج، يعني ما بيغيرش بسهولة أبدا، أوكي. بيقلق من التغيير. طب معنا تليفون، معنا أم إسلام. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضل. انا تاريخ ميلاد جوزي 30/9، عايز اشوفه داخل على مشروع، يعني عايز اشوفه ربنا يوفقه فيه ولا لا. احنا للاسف مش بنتكلم النهارده، معلش يا ام اسلام، على التوقعات، احنا بنتكلم عن التوافق بين الابراج. الحلقه الجايه ان شاء الله باذن الله هتكون توقعات باذن الله، تابعينا وهنتكلم لك شويه عن 30/9. شكرا لاتصالك. نرجع تاني عن موضوع التوافق بين الابراج. هنتكلم دلوقتي مثلا عن برج العقرب مع برج الاسد. يقال ان العلاقه دي متناقضه جدا وغير متالفه، ولا يوجد اي اتفاق بينهما. الاسد طبعا برج ناري، قائد، بيحب المدح، يحب يتزعم قوي، يعني عارفه هو باين في اي قاعده كده عشان هو كوكب الشمس، فدايما عارفه اللي هو ايزون مي، اللي هو السبوت عليه دايما، بيحب قوي يقعد في اي قاعده يبقى ليدر. فالبرج ده برج قوي جدا، والعقرب برج قوي جدا، هما الاثنين غيورين، هما الاثنين عندهم حب تملك، فالموضوع هيبقى ند جامد جدا. unless طبعا زي ما بقولك لازم حد فيهم طرف فيهم يتنازل. العقرب ما بيطقش الغرور بتاع الاسد، الاسد مغرور، عنده الانا شويه. العقرب عاوز حد يبقى تابع ليه، حد يبقى هو محور حياته، العقرب بيحب هو اللي حواليه يبقى هو الاساس في حياته. وده طبعا ما يجيش مع الاسد ابدا يعني. ايوه فعلا. طيب تعالي ناخد كمان توافق برج العقرب مع برج الميزان. بيقال ان علاقتهم غير هادئه بالمره، فكلاهما يسعى للسيطره على الاخر. الميزان لا، ما اعتقدش اللي هو بيسيطر للدرجه دي، يعني متهيألي علاقه الراجل برج العقرب مع امراه الميزان اقوى من ما يكون العكس. الميزان ذكيه، يعني وسطيه، مش متطرفه، ما تلاقيهاش يعني عندها اكستريم في حاجه، وبعدين حبيبه درجه اولى، فهتلاقيها بتدوب في العقرب. العقرب قوي، هتحبي فيه قوته، هتحبي فيه اللي هو بيأمن لها مستقبلها، هتحبي فيه ان هو رومانسي وشخصيته قويه، هتحبي فيه غيرته. فيعني انا حاسه ان هي ممكن تبقى علاقه متوسطه برغم ان هم مختلفين كعنصرين يعني. تمام. طب ناخد تليفونات، معانا استاذ ابراهيم. الو. السلام عليكم يا فندم. وعليكم السلام يا فندم، اتفضل. كنت عايز اعرف حضرتك برج 25/6. 25/6. تمام. تمام. وبرج شريك حياتك ايه يا فندم؟ الزوجة. الجوزاء؟ اوكي. تابعنا يا استاذ ابراهيم. ومعنا تليفون تاني، استاذه مها. الو. السلام عليكم. ازيك يا مها؟ الحمد لله. انا اتصلت بك من شويه وقلت لك انا 23/11 وجوزي 14/3، ومش فاهمه خالص وانت ما ردتش عليا. حاضر. 24/3، معلش عشان بس احنا عندنا اتصالات كتيره، فبنحاول ناخد على قد ما نقدر اتصالات ونرد على الناس على قد ما نقدر. طيب تعالى نرد على مها الاول. 23/11 و24/3. قوس وحمل بيتوافقوا جدا،
بس هما الاثنين في اول عشريه، يعني واخدين من الابراج اللي قبليهم. تمام. فهتلاقي الصفات اهدى شويه. هما الاثنين لو اتكلمنا ان جنرال نتكلم كده عموما، هما الاثنين برج ناري، متحمسين، مندفعين، مليانين طاقه، يحبوا الحياه، ما بيبصوش للماضي ابدا، دايما بيبصوا للمستقبل، متفائلين قوي. هما الاثنين عندهم اجتماعيات حلوه قوي، يحبوا اكتر ابراج تعرف تعيش الدنيا وتنبسط وتستمتع بحياتها، الابراج الناريه والهوائيه. اوكي. حتى تلاقيهم اكتر ابراج يعملوا نتورك ومش عارفه طب ما تيجي نعمل كذا، يعملوا جادرنج، يخرجوا يعملوا مجموعات، يعني يسافروا كتير. ففعلا اكتر ابراج انا بحسدهم على الحته دي. تمام. احنا خلاص عشان احنا ما عندناش وقت، فاضل لنا 9 دقايق، خلينا ناخد الابراج التانية دي بسرعه. توافق برج العقرب مع برج العقرب، يقال ان علاقتهم هادئه وبامكانهم تاسيس بيت سعيد، صح ولا غلط؟ لو هما الاثنين ادوا ثقه لبعض هيبقى من انجح العلاقات فعلا. لان هما الاثنين متفانيين قوي، هما الاثنين مضحيين، هما الاثنين بيموتوا في العيال وبيموتوا في البيت. هما الاثنين جذابين، عارفه اللي هو لقاء العمالقه. هما الاثنين، يعني هما الاثنين، مع ان انا يعني بسمع دايما ان لما يكون في برج يعني وشيك حياتي مثلا هو نفس البرج ما بنتنافر مع بعض. مش في كل الابراج والله. مش في كل الابراج. بس هو موجود، يعني في بعض الابراج ان انت ما ينفعش اصلا يعني تعيشي معاه. بصي طبعا التغيير حلو. يعني لما يكون في غير ما يكون صفات مشتركه. بس العقرب والعقرب بيتوافقوا، نسبه النجاح بتاعتهم كويسه. طيب خلاص، تعالي ناخد بقى برضو توافق برج العقرب مع برج القوس. بيقال ان لا يوجد اي انسجام او تناغم بينهما، بيحصل يعني انجذاب سريع وبعد كده يعني بيزيل بسرعه او بيروح بسرعه. العقرب بيحب في القوس العفويه بتاعته، اللي هو مندفع واللي في قلبه على لسانه وصريح جدا، من اكتر الابراج صراحه القوس. يعني لو عاوزه حد يقول لك رايه في حاجه قولي له القوس، هيقول لك رايه بصراحه ويطخها لك كده. بس طبعا بيجي عند بوينت معينه لا بيزهق، يعني مثلا راجل العقرب متحفظ، الست القوس ثرثاره رغية جدا، ممكن تقول كل اسرارها فجاه. وده ما ينفعش مع العقرب المتحفظ. العقرب بيفكر دايما في بكره، القوس ما بيفكرش في بكره، اصرف ما في الجيب ياتيك ما في الغيب، فما ينفعش معاه، مبذره جدا. عقرب القوس من اكتر الابراج تبذيرا. فلا ما ينجيش مع العقرب الحته دي، فهو فعلا الاوبزيت اتراكشن زي ما بيقولوا في الاول. بس انا شايفه العلاقه بين راجل القوس وامراه العقرب الى حد ما انجح. بالعكس. طيب تمام، معانا تليفون، معانا صباح. الو، شكرا صباح. معانا استاذه ياسمين. الو، ازيك يا ياسمين؟ السلام عليكم. وعليكم السلام يا حبيبتي، اتفضلي. سمعت، كنت عايزه اعرف برج السرطان. ايوه. برج انا وبرج جوزي الدل، وهو تاريخ انا 9/7 وهو 23/2. اوكي ياسمين، تابعينا ومرسي لاتصالك، شكرا. السرطان والدل علاقه صعبه جدا فعلا. بصي الزيجات بتاعتهم عاليه، يعني ده فعلا برضو الجواز بتاعهم كتير قوي، بس طبعا صعب. السرطان حنين قوي، رومانسي، حساس ودافئ كده. الدلو مع نفسه، الدلو يعني دايما بيصفوه اللي هو مش بفهوم، يعني ما دايما سابق عصره، دايما هتلاقيه الناس دايما تقولك ايه احنا مش فاهمينه، الناس كلها تمشي يمين هو شمال. عارف خلف تعرف، مبتكر، دايما بيروح لحاجات بتسبقوش فيها غيره، لان طبعا كوكبه اورانوس. تمام. فهي حبيبتي حساسه قوي، هو مع نفسه وبعدين صريح، يعني ممكن يطخ الكلمه، وده ما ينفعش مع السرطان، لان السرطان البنت كمان بتاعته بتحب الرومانسيه وتحب الكلام الحلو، تحب اللي يحتويها طبعا قوي. هي عشان طبيعتها اصلا هي انسانه حساسه، هي مائيه، فطبعا حساسه. الدلو مش كده، وبعدين الدلو عنده حته العزله. راجل الدلو لازم فروم تايم تو تايم ينعزل، ومش عاوز حد يعني يفتح عليه عزلته دي ابدا. السرطان لا، السرطان على طول عاوزاه يبقى معايا، هيكلمها انت اخبارك ايه، طب عامل ايه، انا عملت كذا، انا سويت. فهو يعني الحته دي ممكن تحصل زي تنافر شويه في العلاقه. تمام، معانا تليفون تاني. علا. الو،
شكرا يا علا. طيب ناخد استاذ ابراهيم كان 25/6 الجوزاء. هو عايز يعرف 25/6 سرطان. هو قال الجوزاء. بس خلي إيه؟ بس انت مش جوزاء يعني، هو سرطان اول عشريه. اول عشريه هو بين برجين برضو، هي اول 6 ايام من كل بدايه البرج. بس 25/6 يعني هو المفروض دلوقتي تبع السرطان يعني، هو سرطان اول عشريه. اوكي تمام. بس واخد شويه من الجوزاء. طيب بما ان احنا نعم معانا تليفون. طيب الو الو السلام عليكم. ازيك يا منى؟ ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام يا حبيبتي. كلكم طيبين. وانت طيبه يا جميله تسلمي. ممكن نبقى اقول البوك بتاعي؟ اتفضلي يا روحي. 4/9. 4/9؟ اعرف كل حاجه عنه. حاضر. ده العذراء احنا كنا لسه بنتكلم عليه من شويه. اصل لسه فاتحاه دلوقتي والله، حولته ولسه شفت حضرتك دلوقتي يعني. عينيا الاثنين. حاضر هنديكي برضو كده فكره عنه بسيطه. شكرا يا منى. تمام. طب عشان خاطر منى بس لسه فاتحه التلفزيون دلوقتي نديها فكره بسيطه بس عن العذراء. العذراء برج ترابي، الكوكب اللي بيتحكم فيه عطارد كوكب الفكر. هي ذكيه محلله بارعه، بتعرف تحسب كويس. تمام. اكتر برج نظيف، استحمى كتير، منظم جدا، ديتيلز قوي يعني، واخد باله من التفاصيل، متحمل مسؤوليه جامد قوي. الست العذراء طبعا في نوعين، في المروشه وفي العقل قوي. هتلاقيها حتى من صوتها كده تعرف تنصح، بيحب قوي ينصحه. بس هو ما يحبش حد ينصحه، وما يحبش حد يقول له اعمل ايه وما تعملش ايه، وعقله من راسه. هي واثقه من ذكائها. العذراء حتى من اسمه هو من النوع اللي بيحب يشتغل قوي. طيب حلو، خلينا بس نطلع فاصل بسيط ونرجع نكمل كلامنا تاني. خليكم معانا، هنطلع فاصل ورجع لكم على طول. رجعنا لكم تاني بعد الفاصل، وموضوع حلقتنا النهارده بيتكلم عن التوافق بين الابراج، وبالاخص بنتكلم النهارده عن برج العقرب وعلاقته مع باقي الابراج. نرجع تاني يا ريهام مع علاقه العقرب مثلا بباقي الابراج. هنبتدي مثلا تاني بعلاقه العقرب مع برج الدلو. يقال ان العلاقه صعبه جدا ولا يمكن لاي حد منهم التغلب على الاخر. ما مدى صحة الكلام؟ الدلو يعني زي فلاينج بيرد، بيموت في حريته. انت موتيه وحطيه في اوضه او عازليه عن الناس. تمام. الدلو عنده صداقات جامده جدا، بيقدس الصداقه كويس قوي. الست الدلو نعمه وفراشه. يعني الدلو والحوت من اكتر نساء الابراج انوثه ورقه وعزوبه. بس الدلو استقلاليه، هي دي مشكلتها. هي سيدة مجتمع، تحب قوي مظهرها قدام الناس. تمام. الراجل العقرب رجعي، الراجل العقرب سي السيد، ما ينفعش معاه واحدة لا أنا رايحة مع أصحابي. أصحاب مين؟ أنت بتقولي خلاص ما فيش الكلام ده. لازم يعرف رايحة فين، جاية منين. ده لو ما كانش خارج معاها أصلا يعني. وده صح وده حق. لازم تبقى مكرسة حياتها ليه. فحتة الاستقلالية الموجودة عندها دي ما تنفعش مع العقرب. العقرب روتيني بحت، لا عاوز يعرف هي رايحة فين جاية منين، عنده حب تملي غيور، عنده حتة الكمفورت زون يعني. لازم تبقى الحتة مساحة المنطقة بتاعته وتعود على كده، دي اللي هو مرتاح فيها خلاص. فهي لا، هي متجددة. ما انا بقول لك دايما الدلو سابق عصره. الناس دايما مش فاهمه الدلو، ان هو حتى كوكبه اورانوس كوكب الاختراعات والمفاجآت. تمام. فدايما الدلو مش يعني مش مفهوم في حاجات كتيره قوي. تمام. طب خلينا ناخد توافق برج العقرب مع برج الحوت. العقرب والحوت، العقرب والحوت، خليني اقولها. الحوت طبعا زي ما بيقولوا كده الجوهره اللي العقرب بيدور عليها في قاع المحيط. الست الحوت رومانسيه جدا، رقيقه جدا، عذبه جدا، عندها قدره حلوه قوي لما تيجي تحكي لها مشاكلك او كده تمتص غضبك. ده الحوت دمها خفيف. دمها خفيف. عارفه تقول لك ولا يهمك، هتتعدل هتعمل. هم عايشين كده في البلوره. برج مريح.
لا مش عارف. لا في الستات انا بتكلم مثلا هو برج مريح في الستات مثلا مع العقرب، يعني بالنسبه للعقرب هو برج مريح شويه. بس خلي بالك مثلا الست الحوت شكايه ما تنفعش مع العقرب، ما دي برضه مشكله. ساعات بيجي لها المود سوينج، ساعات بتبقى تقلب في حته ديبرشن بشع مع، فالعقرب يعني ما عندوش احتمال قوي للحالات دي. اها تمام حلو. طيب ناخد بسرعه بسرعه اخر ثانيتين تمام عشان ما عندناش وقت. توافق برج العقرب مع برج الجدي بس بسرعه. التوافق بتاعهم عالي جدا. الجدي متحمل مسؤوليه تعتمد عليه ست العقرب، العقرب رومانسي، ست بيت هايله بتحب بيتها وبيحب بيته جدا، هم الاثنين يتوافقوا جدا، نسبه التوافق عاليه قوي من احسن التوافقات. تمام ريهام نورتيني بجد، وكان يوم حلو جدا وحلقه حلوه قوي بيكي. الحمد لله. احب قبل ما اختم الحلقه النهارده اقدم خالص الشكر والتقدير للاستاذ محمود العوامري وكاله ميديا لايف. وللاسف يا جماعه وقت الحلقه خلص معاكم النهارده، استنونا ان شاء الله الاسبوع الجاي وحلقه جديده مع برنامج يانا يانتا. السلام عليكم.